شنو هي الطفولة بالنسبة لك؟ الطفولة يا ليت الطفولة تعود يوما، حيت شي لعيبة دوزنا في الصغر افتقدناهم في الكبر. في نظرك شنو هو الفرق بين طفولة أمس وطفولة اليوم؟ صراحة شحال أنا بعدا الطفولة ديالي شحال هادي، كاين فرق كبير بين دابا. كاينين شي لعاب كنا كنلعبوهم ما كيلعبوهمش دابا، دابا تليفون شحال هادي، راه كنلبي كنلق كنسفافد، كانوا الدور كنسكيات بزاف. إلا رجعتي طفل صغير شنو هي الحاجة اللي تقدر ديرها هي الأول؟ ما يتحاسب معك حتى واحد، تقدر دير في المشاكل ويقول هذاك عاد دري صغير ما تدويش معاه. شنو هي الحاجة اللي باقى فيك طبيعة من الصغر؟ اللي باقى فيه طبيعة من الطفولة، والله ما وقيلا دغيا كنبكي. شنو هي ذكريات الطفولة اللي عمرك تنساهم؟ ذكريات الطفولة ودعم تضربني مقراش هنا، أي باقى الضربة هنايا ضربة كبيرة نيت. طفولة تيكلي الطباشير، اللعيبات كاع تقريبا دوين طباشير شربنا من كاع، يعني كتكرر الطاولة وكتشم هذاك الشيء اللي كررتيه. شنو هما الحوايج اللي أثروا فيك وأنت صغير؟ اللي أثروا فيا وأنا صغير، كان ماشي صغير بزاف ولاني عاقل، هو الموت ديال واحد الدري الصديق ديالنا مسكين اللي مشينا مجموعين للبحر، هو غرق وحنا رجعنا بلا بيه، داز واحد العام كئيب الله يرحمه. ولادك تبغي يعيشوا طفولتك ولا طفولة اليوم؟ وانا ما كشوف ديما كيقول لك ولادك كتبغيهم يكونوا احسن منك، يعني تبغيهم يدوزوا طفولة زوينة، يقراو مزيان ويعيشوا مزيان ويبعدوا من هذا الشيء اللي كاين دابا كأثر على الوليدات. شنو هي رسالتك لطفولة اليوم؟ الله يهديكم الله يرضي بكم.